والحمد لله يعني ما سجلناش يعني خسائر كبيرة، ولا هي حوالي 1 هكتار فيها نصف هكتار من الصنوبر الحلبي، وإحنا هذه المجهودات ستظل متواصلة، وهذا من خلال إن شاء الله غادي نصبوا بما يسمى مركز متقدم لحماية كل موقع، مشكل من مصالح الغابات والحماية المدنية ومؤمن من طرف عناصر الدرك الوطني. الحريق هذا الثاني الذي اندلع منذ ساعات قليلة تم تسخير إمكانيات جد وهامة بشرية ومادية، تتمثل في 11 شاحنة إطفاء بالإضافة إلى 54 عون بالإضافة إلى عناصر مصالح الغابات. وإحنا هذه المجهودات إن شاء الله راح تبقى متواصلة في منطقة العمليات ليلا ونهارا إلى غاية الوقوف على الحريق بصفة جدية ونهائية.